الأساسات سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح تكون خلال معادلة محسوبة ضمن محسوبة بدقة وعناية حسب المعايير العالمية. يكون فيها معادلة بناء على مساحة الأرض نقدر نعرف كم عدد الحفر المطلوب حفرها في أرض الموقع، وتكون عشوائية. بعض الحفر يصل عمقها إلى 10 متر تحت الأرض، الهدف منها نشوف التربة هذه وندرسها ونعرف هل هي قادرة تتحمل المشاريع هذه، وطبعا لها أثر في أنها تقلل المخاطر المحتملة، ونحاول نوضح للمستثمرين وتكون واضحة لهم وش بيواجهون مستقبلا.